أي مجتمع متحضر بيكون مؤسساته بالانتخاب. وفكرتوا هتعملوا الانتخابات دي إزاي وإمتى؟ بالانتخابات ربح المارشال يعني وخسر الكابيتال. كمان بفيلم البداية المصري للمخرج صلاح أبو سيف كان في عندهم كابتن وانتخابات، بس نسخة الواقواق السورية وبعد 7 سنين ثورة الدنيا اللي صار فيه متناول الإساءة، بينما سيادته يلي مسحت الأرض بكرامته لساته محل جدل. شو المنصب اللي أطلبه؟ الرئيس. الرئاسة تليق بك، السرمايه تليق بك، بدك تروحني فرق عمله. ومن لطائف الصدف انه العشق الابدي للعملين هو البوط العسكري، كل ما بنقول خلصنا منه بيطلع مدلدل على كتافنا ومكتف. خذ يا للي دراما للي وعوده محموده للواقواق. دراما للي ترللي. مثل ما خبرتكم قبل انه بعض المشاهد لرشيد عساف جسدت بشار الاسد بطريقه نقديه ساخره، بس مدري كيف مدري شلون بصير رشيد عساف بميل اكثر ليكون من جماعه الجيل القديم، يعني مو من جماعه التحديث والتطوير. صدقوني انا فهمتكم. اي نعم قلتكم انا فهمت. كم حلقة ثانيات بيطلع المارشال هو يلي شايل هم البلد، وهو يلي مأمن اكل الناس وشربه، وهو يلي عامل لهم دوله وعلم ونشيد وطني. كرف تفضل سمك من تحت ايدين مشاتنا الراجلة، تفضل. بالله شعور بصير بتحس انه العسكري هو الاحق بالسلطة والباقي شوية علاكين جماعة صف حكي واستغلال. وحطنن دولار دولار على الماشي سعر كل واحد. لك البضاعة عم تعفن عندك بالمحل وانت مستكتر توزعها على الناس؟ نوزع بالتساوي، حافظوا لي على البنية التحتية. وهون تماما بيتفق الواقواق مع فيلم البداية المصري انه الرأسمالية عبثت بقوت الشعب ومقدراته، والسلطة العسكرية صارت تتبيض صفحتها بالواقواق، وبالفيلم المصري العسكري مو موجود يمكن لانه مو محل نقد اصلا. هيك بتتوزع الوظائف، مو بتاخذوا الوزارات الكون وبتعطوا الناس الفتات. نقطة التحول بالواقواق هي حلقة التاريخ، الشعب كله بيعلق مع بعضه لما بيتذكروا انه من طوائف او اديان او اعراق مختلفة، ويلي بيحاول يحتوي الخلاف او الحرب الاهلية المارشال يلي بيطلع بمشهد ما فيك الا وتتعاطف معه، بينما رجل الدين ومو اي دين الاسلام حصرا هو يلي عم بيصب الزيت على النار وبيحرق بيوت الناس على غفلة من امرهم. ليش هيك رح نقلت؟ ليش حرقت البيوت؟ مشان يكون لنا دور بالهبة المباركة لازم نقضي عليهم. وهون الفرق الجوهري بين الواقواق وفيلم البداية، لأنه بفيلم البداية كان النقد موجه لاستغلال الدين وما سخر شخصية ومشاهد بأكملها ليسيء للإسلام. ربنا شايفك وانت بتسرق. مين؟ أنا البلح اللي سرقته، البلح اللي هيعترف عليك يوم القيامة ويتحول في بطنك نار مولعة. فيلم البداية يلي عمره أكثر من 30 سنة كان أكثر جرأة على الحكومات، مو أكثر جرأة بالإساءة للإسلام. كنت عاوزهم يعملوا انتخابات؟ الأسلوب اللي عملوا نبيه بيه ده مش جديد، مصر لما غرقوها بالحشيش والمخدرات. بس في إنجازات لمسلسل واقواق، أولاً الصبايا هون أكثر، طبيعي يعني مسلسل سياحي، وثانياً جاب شخصية بلهجتها من ضيعة ضايعة. طقعت ثلاثة شوب كتير ولا؟ ليش وقفة؟ قطعت الكهرباء. ثالثاً شخصية الشيخ تيسير الرجعي يلي بيقضيها كل المسلسل متعصب وما بده مرته تتزلط. مو أتاري الشيخ تيسير واقف بوش مسيرة التحديث والتطوير يلي سوريا بتشلح فيها سيادة أكثر.